لو لسه يا صاحبي ما شفتش الجزء الاول من انمي هجوم الوحوش المتفجره وحوش كنباري لازم تشوفه لانه فايتك عظمه بمعنى الكلمه. وعشان تتابع معنا الاحداث الناريه اللي بتحصل بعد ما اجتاحت الوحوش مدينه ايكوما هربوا باعجوبه ودلوقتي بيحاولوا يوصلوا لكونجوكو، هل يقدروا ولا لا؟ وايه اللي مستنيهم هناك؟ ويلا كده خلينا ننطلق، ليتس جو. المهم عشان تنضم لينا ابو الصحاب ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس. ويلا كده خلينا ننطلق في حكايه اليوم، حكايه من اجمل الرواية. Let's go. 現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っている. بدأ الحراس يطبق مخطط إيكوما للسلاح الجديد بتاعه مفجر القلوب، لأنه بيعتمد على اختراق الذخيرة داخل القلب وانفجارها كمان، فبيتموت الوحوش في لحظات بقوة رهيبة، وانبهروا حرفيا من قوة السلاح ده. ولو مش كده وبس، تم طلاء السيوف بغشاء القلب بتاع الوحوش دي، فبتصير أقوى وأصلب بمراحل. على القطر بقى كان في اتنين بيتخانقوا على حتة لحمة، ليا لا ليا مش عارف ايه. الأطفال مرعوبين وخايفين لأن واحد منهم طلع سكينة. ايش بتسوي يا ابني؟ هتقتل صاحبك عشان حتة لحمة؟ ايش الطفاسة دي يا عم؟ المهم في الآخر المهم بترزعهم ضرب كف ورا التاني لحد ما في الآخر يبطلوا الهبل اللي بيعملوه. إيكوما بيوصل للمكان بسرعة وبيقول لها اوعى تكوني بتعملي مشاكل. بيقول يا عم أنا اللي بحلها دلوقتي. بيقول لها طيب. أيمي بتوصل للمكان وبتقول أوه أنت حليت المشكلة؟ وبتشكر مومي وبتاع، بتقول لها أنت الملاك الحارس بتاع القطر ده. بس فجأة القطر بيقف مرة واحدة بيقول أوبا الحقوا، محطة ياشيرو متدمرة بشكل كامل، تم اجتياحها بواسطة الوحوش. بيوصلوا للمحطة فعلا وبيقابلوا الناجين هناك كمية كبيرة منهم، وبيحكوا لهم اللي حصل. هاجموا عليهم بكمية مهولة من الوحوش، وفي حاجة ضخمة ضخمة جدا هجمت عليهم، مش عارفين ايه ده، مرعوبين من اللي حصل. بس مومي بتلاحظ واحد منهم وبتطلع معاه لبرا وبتقول له ايه اللي جابك هنا يا إينوكو؟ بيقول لها انا عايز انقل الخبر مهم جدا للقائد. اخويا مش عايز منك اي حاجة ايها الجاسوس، بعد ما خنتين عايز ترجع تاني لينا، ابعد من هنا، مش عايز اشوف وشك تاني. بس هجم عليها بسرعة رهيبة جدا بس وقفته في الاخر، بتقوله لو هتعمل مشكلة هخلص عليك بدون اي رحمة. بقول لها صح، باين مين اللي هيخلص على مين، حركة واحدة وفجرك. بس هقولك على حاجة، هقولك على نصيحة، ابعدي عن اللعب مع الاطفال وشوية الحراس المغفلين دول، انت المخلب بتاع الزعيم. مو من صدمت من الكلام، بس في الوقت ده اصلا إيكوما كان بيرسم خطه رهيبه جدا عشان يقدروا يهربوا من المحطه دي بسهوله، لان في حته حديده ضخمه قافله الطريق بالكامل على القطر. فالخطه كالتالي، هنرفع الحديده عن طريق الرافعه، بس الرافعه عايزه طاقه، والطاقه هتكون من المرجل، بس المرجل ده مليان وحوش، ولازم نلف حوالين المرجل ده عشان الوحوش ما تحسش بينا، ونقدر نشغل المرجل ويمدنا بالطاقه. كله قال تمام ما عدا مومي، بتقول انتوا مجرد جبناء، عايزين تلفوا حوالين المرجل مش عايزين تقاتلوا الضعفاء لا يستحقوا الحياة. انت بتقول ايه بالظبط؟ بس بتضرب ايكوما بقوة وبتمشي. هو ايه اللي حصل؟ كله ده من إينوكو انا متأكد والله. بيبدأوا يجهزوا للمهمة وبينطلقوا. تاكومي وسكرو بيروحوا للرافعة عشان يشتغلوا عليها، اما البقية بيروحوا مع ايكوما ناحية المرجل عشان يفعلوا الطاقة من هناك. بس ايه ده، انت بتعمل ايه يا مومي؟ تعال هنا، المفروض نلف حوالين المرجل مش نروح جواه. مومي قررت انها تروح للمرجل وتقاتل. يا لهوي، ايكوما بيقرر في الاخر انه يلحقها، وفعلا مومي بتكسر ام الباب والوحوش بتهجم عليها، بتحاول تقتلهم واحد ورا الثاني بس اعدادهم مهوله، كميه كبيره جدا، حرب طاحنه ما بينها وما بين الوحوش. إيكوما وصل في الاخر بس انصدم من اللي شافه، كل دول قتلتهم بسهوله لوحدها وبيلحقوا بيها. بس بتقول لهم انتوا اتاخرتوا. إيكوما متضايق من اللي حصل بس بيشغل الاله في الاخر وخلاص. واحد منهم بيبص من الشباك كده، يا لهوي أعداد مجنونة من الوحوش بتهجم على المبنى بالكامل، بتخترق المبنى كله. إيكوما اتعصب عليها وبيقولها أنت لازم تقتل عدد منهم، أهم سمعونا ودلوقتي اتحاصرنا بسهولة، لازم نهرب بسرعة يلا. وفعلا بيهربوا، بس إيكوما مش بيلاقي مومي، هي راحت فين بالظبط؟ الوحوش بيهجموا على المرجل بكميات مهولة. إيكوما بيرجع لأصحابه بسرعة بيقول لهم ارجعوا للقطر دلوقتي، أنتوا لو اتعضيتوا عضة واحدة هتموتوا، أما أنا لا. وفعلا بيرجعوا للقطر وهو بيكمل المهمة، بيمسك الرافعة بيحاول يشغلها عشان يرفع الحديدة، وبيرفع الحديدة فعلا والقطر بيتحرك. بس فجأة شوف مومي انت بتعملي ايه؟ اهربي بسرعه، ارجعي للقطر. مومي دي فقدت عقلها بالكامل وبدات تردد جمل غير مفهومه، الضعفاء لا يستحقوا الحياه، وحدهم الاقوياء هم من يستحقوا، صح يا اخويا؟ ها
هو ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بس فجاه في وحش غفلها ومسكها ورماها في الحفره. ايكوما مصدوم من اللي حصل وبسرعه بيسيب الرافعه ويطير وراها. اه يا سيمب يا ابن القطر اتخبط في ام الحديده ومعرفش يكمل. ايكوما في الوقت ده بيقتل الوحش وبينقذ مومي في الاخر. بس الصدمه الكبيره حصلت هنا، المرجل انفشخ بالكامل، انفجر. هو ايه اللي حصل؟ وحش عملاق ظهر كسر ام المكان. الدخان المظلم، مستحيل اصلا، ده اسطوره ما شفناهوش قبل كده حتى. المكان بالكامل بيتدمر. ايكوما بسرعه بينقذ مومي بيدخل بيها للانفاق. الوحش الدخاني ده بيجري ورا القطر بيهربوا منه بصعوبه ناحيه غرفه الانقاذ وبيقفلوا الحاجز باعجوبه لحظه واحده، وكان القطر ده هيودع الملاعب باللي فيه. مرعوبين من اللي حصل وبيتناقشوا هنعمل ايه دلوقتي. الوحش الضخم ده قافل ام الدنيا مش قادر يتحرك اصلا. التجار بيقترحوا الهروب العكسي وهو الرجوع عشان يلفوا من الجبل بقى ويرجعوا من الطريق بالكامل، بس قالوا لهم مستحيل الطريق طويل وهنموت اصلا مجرد ما نرجع من هنا، لازم نخاطر ونعدي. ايما بتقول لهم اصلا الحديد اللي كانت واقفه قدامنا اتزاحت شويه وممكن نعدي منها بسهوله دلوقتي، بس المشكله في الوحش الدخاني ده. تاكومي بيقول لهم انتوا نسيتوا ايكوما ومومي ولا ايه؟ المفروض ننقذهم. التجار بيقول لهم دول خونه اساسا، كل من مومي دي هي وغبائها، لازم يعني تقاتل، تستاهل اللي حصل لها. بس ايما بتقول لهم لا يا جماعه ما ينفعش كده، لازم نثق فيهم، صح انها عملت مشكله بس هي السبب في انقاذنا اساسا، مش هنستغني عنهم. بنرجع بقى لمومي وايكوما، ومومي كانت محاصره تحت الحجاره دي ومغمى عليها، وبتفتكر بقى اخوها والقتال اللي حصل عشان توصل لهنا. اصلا لما كانت صغيره هجم الوحوش على المحطه اللي كانت فيها، بس من الرعب اللي حصل الحراس قعدوا يضربوا في البشر حتى، وكانوا يقتلوا اي بشر قدامهم. واحد من الحراس قتل ام مومي قدام عينيها بدم بارد، وكان هيقتلها وراها بمجرد بس انه كان شاكك انهم وحوش، بس ظهر واحد غريب اسمه بيبا وانقذها في الاخر. ايكوما بيحاول يفوق مومي وفاقت في الاخر، بس مومي بتبص له وهي متضايقه، انت انقذتني ليه؟ يخرب بيت دماغك والله، البنات دول ما لهمش اي كتالوج يا جماعه، يعني تخيل انت السبب اصلا في دمار ام المرجل وبعدين انقذتك ودلوقتي بتقولي ليش انقذتني؟ صبرك يا رب. بيحاول يساعدها ويرفع الصخور او يشيلها حتى، بس بدون اي فايده. مومي بتقول له انا هتصرف، مستحيل اموت، الموت بس للضعفاء، الضعفاء هم الوحيدين اللي ما يستحقوش الحياه، اما الاقوياء هم. يا لهوي على ام الجمله اللي قرفتينا بيها. بس مومي بتقول له انا اصلا ما تعضتش قبل كده من وحوش، مستحيل اموت الموته دي. ايكوما اتصدم، انت ما تعضتيش قبل كده اصلا من وحش؟ اما ازاي انت بقى نص وحش اصلا؟ بس فجاه جسمها بدا بالتحول. ايكوما بسرعه بيلحقها بشويه دم ويوقف التحول، لكن الوحوش بتغفلهم وهجموا عليهم بكميات مهوله. مومي تحت الصخر مش قادره تعمل اي حاجه. ايكوما جهز سلاحه بيقولها انا اللي هخلص عليهم، خليكي مكانك وانا هنطلق واموتهم بالكامل. وفعلا بدا الصراع بين ايكوما والوحوش دي. ايكوما بيجهز سلاحه وبيهجم عليهم بسرعه مهوله، قتل عدد كبير منهم بس عددهم مهوله يا جدع، بيهجم عليه واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني. في الوقت ده اصلا القطر اتحرك وبدا بتنفيذ خطه الانقاذ، بس للاسف اعداد مهوله من الوحوش دي حاصروا ايكوما في الاخر. بيوصل فريق الانقاذ ليهم وبيساعدوا مومي. مومي بتقوم كده وبتدور ها فين ايكوما، بتجري ناحيته بتلاقيه مرمي على الارض من كتر الجراح، بس بيقول لها ها انا هو ضعيف ونجوت، مش لازم بقى المثل بتاعك ده. وبيرجعوا بسرعه للقطر، بس الوحش الضخم ده بيلاحظهم. مومي بتقول اوبا ده المستعمره، ها انت عارفها اصلا؟ اه بتقول لهم انا سمعت عنه قبل كده، والطريقه الوحيده لهزيمته هي تفجير قلبه. يا طب ما هي سهله اهي. لا طبعا مش سهله، لان قلبه متحوط باعداد مهوله من الوحوش، وعشان توصل للقلب اصلا او البذره محتاج تفجر الغشاء بالكامل. تاكومي والشباب بيقول لهم ما تخافوش، معانا اقوى مدفع بشري على وجه الارض، مدفع 46 وهنقدر بيه ندمر الغشاء. مو بتقول لهم تمام انتوا هتدمروا الغشاء وانا هستغل الفرصه وادمر ام القلب بالكامل. وفعلا بدأوا بتنفيذ الخطة، بس الوحش ده طاير وراهم بكل جنون، سريع موت يا اخي. تاكومي خايف بس مومي بتقول له اجمد، اول ما يقرب خالص خالص اضرب الوحش ده. هجم عليهم بسرعة بس تاكومي اترعب مرة واحدة وضرب بدري. يا عم لسه مش دلوقتي، بقول لها انا كنت خايف، بس الجنود وايكوما بيحاولوا يساعدوهم وبيحموهم من الوحوش الصغيرة دي لحد ما قرب منهم خالص. يوكينا بتقول لهم لازم نسرع ام القطر ده، وفعلا بتشغل السرعة القصوى للقطر، بس مش شغال اصلا، في حاجة في مفصل التبديل، لازم حد ينزل ويشيل الحاجه دي بسرعه. بتنادي على سكر وبتقول له انزل بسرعه وشيل الحاجه اللي ساد مفصل التبديل ده. بيقول لها ها انزل تحت، بيقول له ايوه بسرعه وخلي بالك اي حركه غلط
ايدك دي هتودع الملاعب هتتفرتك يا لهوي. بيحاول يشيلها بس مش عارف، الوحش هجم على ام القطر مرة واحدة وكسر المقطورة الخلفية بالكامل. سكر في اخر لحظة قدر يمسكها وشال ام الجثة دي بالكامل، وتاكو مستغل الفرصة وضرب ضربته القاضية فجر الغشاء بالكامل. مومي بتهجم بسرعة وبتدمر القلب بطلقة واحدة، الوحش انفجر مرة واحدة اتفجر حرفيا. بترجع بسرعة بس القطر هيتقلب من السرعة الغاشمة دي. ايما بتقول لهم بسرعة كل الركاب يتوجهوا ناحية اليمين، وفعلا كلهم راحوا ناحية الجنب اليمين، وبعد معاناة نجوا بأعجوبة وهربوا من المحطة المتوحشة دي يا اخي. بعد الاحداث دي كلها عم الخير والامان والبلا بلا بلا بلا، بس ايكوما بيتدرب مع كوروسو بالسيف عشان يصير اقوى وبتاعه كده. بس فجأة في واحد منهم بيقول لهم اخيرا وصلنا لمحطة قريبة، بصوا كده بيلاقوا اوبا دي شكلها فيها ناس، هنرتاح اخيرا، ويقدروا يزودوا اكلهم كده وبتاع. بيوصلوا للمحطة والرئيس وافق انهم يفضلوا قاعدين فيها لمدة يوم واحد ويمشوا. يا سلام يا كرمك يا اخي. ودي محطة شتوري. رئيس الاعطال بيقول لايامي انهم عايزين حديد الداتا، وده بيستخدموه في صناعة الاسلحة النارية كده وبتاع بتاعت ايكوما، فبتقول له تمام، وبتطلب من ايكوما ان يروحوا يجيب الحديد ده. تاكومي بيقول ايه ده، هو مش ده اليوم السابع في شهر يونيو مهرجان النجوم؟ هو ايه ده بالظبط؟ ده مهرجان كده كل واحد فيهم بيكتب امنيته على ورقة وبيعلقها على شجرة الخيزران. يا سلام، بدعة والله، العياذ بالله يا اخي منها. المهم بقى بينطلقوا في المدينة، وكل واحد منهم بقى بيلبس حاجة نظيفة بقى، اخيرا نطفوا يا اخي. وانطلقوا بقى. مومي راحت مع البنات بقى اللي كانوا قاعدين يفصلوا في كل حاجة في السوق. ايه ده الكرومبة دي خربانة، شايف شايف مخرومة، هي مخرومة، هناخدها بنص ثمنها. حتى السوق الياباني شبه المصري. اما ايكوما راح مع تاكومي عشان يشتروا الحديد والمعدات يعني المطلوبة، بس فجأة في واحد من البوشي دخل عليهم بسرعة وبيقول له صلح سلاحي بسرعة. فالراجل بيقول له تمام تمام بس اخلص الزباين دول الاول. بيقول لا انا الاول، انا من البوشي. ايكوما بيقول له بلا بوشي بلا سوشي، احنا جينا الاول. كلمه من هنا على كلمه من هنا، هوب هوب دب دب، اترزع جامد في الاخر ومشي. احسن تستاهل. دلوقتي ده اصلا ايمي راحت مع كروس عشان يقابلوا رئيس المحطه ويطلبوا منه بقى يعني يفضلوا شويه كده وبتاع شويه طلبات تانية، بس ما جاش في الاخر وما عبرهمش حتى. بس مره واحده كروس ضرب نار في الهواء، الوزير اترعب، هو ايه اللي بيحصل يا جماعه، ايش اللي بيحصل هنا؟ كروس بيقول له اهدى، ده الترحيب بتاعنا، بص كده دي بندقيه ناريه برصاص متفجر وهنجربه دلوقتي على الالواح دي. ضرب ضربه واحده فجر ام الالواح واخترق الالواح. الوزير مصدوم، اوبا ده خرم ام الحديد، هينفع جدا ضد الوحوش. ايمي بتقول لهم طب بصوا احنا هنعمل صفقه، هنديكم المخطط بتاع السلاح ده مقابل الطعام والادويه والمعدات وشويه حالات كمان، ونفضل كذا يوم كمان. يا لهوي كل دي طلبات. بس الوزير في الاخر ناصح، وافق على الطلبات دي كلها مقابل المخطط بتاع السلاح، لان السلاح ده مدمر، لو اخذوه هيقدروا على الوحوش بكل سهولة. ما في الوقت ده إينوكو كان بيتعاون مع مجموعة غريبة كده واسمها شوجن، وبيعملوا خطة خبيثة، يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ إيكوما بقى بيرجع وبيدور على مومي، واخيرا قابلها بعد معاناة. انت هنا، انا تعبت وانا بدور عليكي. بيتكلموا مع بعض كده، ومومي بتحكي له عن ماضيها بقى وازاي بقى قابلت الزعيم وكده، وبتقول له ان زعيمها اسمه بيبا، وهو اللي ساعدها اصلا وهي صغيرة وانقذها يعني من الموت وكده، وسماها مومي وهي بتناديه اخوها. المهم انه علمها كل حاجة، واهم حاجة ان الضعفاء لا يستحقوا العيش والابلة. يا ربي على الجملة دي. بس ايكوما شك في الموضوع وحس ان اخوها ده مش بطل ولا حاجة، ولازم يتأكد من الموضوع ده. بيكملوا بقى احتفالاتهم وبتاع طول الليل، وكل واحد منهم بيقول امنيته السخيفة اللي ملهاش لازمة، ما عدا طبعا البطل، انا اللي هخلص على كل الوحوش، هبيدهم عن بكرة ابيهم. واضح واضح، وريس ايرين ييجر. في اليوم اللي بعده بيدخل المحطة قطر جديد، قطر الصيادين، أقوى البشر الحاليين الموجودين على وجه الأرض، مفترسين الوحوش، ومعاهم زعيمهم، يا ترى مين؟ يب هو ده بيبا. مومي بتقابله في الآخر وتفاجأ بيه، أنت هنا؟ إزاي؟ وقالت له على كل حاجة، وبتقول له أصلاً ده في واحد معانا زيي، نص وحش. بيبا مصدوم، ها؟ زيك؟ متشوق عشان أشوفه. إيكوما بيراقبه بيقول أنا لازم أعرف أهدافه، هل هو بطل فعلاً ولا مجرد شكله بس؟ أيما بتقابل بيبا وبتعرفه على بعضه كده، بس إيكوما بيقول له أنت اللي أقنعت مومي إن الضعفاء منهمش حق في الحياة. بيقول لمومي كده روحي للعيادة وانا هلحقك عشان الفحص الدوري وكده، وفعلا بتروح. وبيبا بيقول لهم احنا ممكن نتكلم جوه القطر احسن،
أفضل من الدوشة اللي برا. بيروحوا فعلا، بس بيقابل أودو وده واحد من العمال اللي معاه، وبيقول له إن في مشاكل في التبريد وكده ومحتاج مساعدة. بيبا بيقول له تمام أنا هساعدك. أه أنت هتساعدني؟ لا مش هينفع، أنت الزعيم ما ينفعش كده. بيقول لا يا عم عادي وبتاع، وبيطلب من هوربي إنها تدخل أيامي والشباب لحد ما يجي وبتاع. بس إيكما بيقول له أنا هساعدك، أنا بعرف أصلح القطورة ما تخافش. وفعلا بيساعدوا وبيتكلموا مع بعض. إيكما بيقول له أنت ليه أقنعت مومي بالكلام الفارغ ده؟ بيبا بيبص له كده وبيقول له أنا هقول لك على حاجة، عايز تبقى قوي ولا ضعيف؟ القوة هي المتحكم بكل حاجة، لو كنت قوي هتقدر تعيش وتقدر تصمد في كل الأهوال اللي احنا فيها دي. أنا هدفي كله أن أحول الناس لأقوياء يقدروا يعيشوا في ظل الظروف دي بالكامل. إيكما مصدوم من الكلام اللي بيقوله بس برضه مش مصدق في الآخر. بس فجأة صفرات الإنذار هزت المدينة بالكامل، أعداد مهولة من الوحوش بتهجم على المدينة. إزاي أساسا؟ دي مدينة محصنة. ودي طلعت خطة عصابة شوغن الخبيثة، رموا طعم بشري، جثث من البشر عشان يجذبوا الوحوش ناحية المدينة. بس ليه أصلا هو بيعملوا كده ليه؟ بيبا بقى بيستعد بقى هو وجنوده عشان ينطلقوا ويخلصوا على الوحوش دي، وبيقول لإيكما أنت مستعد للقتال؟ بيقول له طبعا أنا قاتل للأبد. وفعلا انطلقوا، بس بيبا بيجهز قطر الصيادين وطلع بيه بالكامل خارج المدينة. ازاي ده طلعوا برا؟ هتقتلوه برا القوة والجبروت ده يا عم. بيبا بيأمر جنوده بضرب القذائف النارية، وبيضربوا قذائفهم فعلا وبينطلقوا بالدراجات النارية، حرب طاحنة ما بين الجنود والوحوش دي. بس فجأة ظهر وحش غريب وضبط، ايش هذا؟ ده مهكر الوحوش كلهم ثلاثة في بعض. بس بيبا بيأمر مومي وهربي انهم يهجموا على الوحش ده. بس ايه ده؟ هوربي دي طلعت نص وحش اساسا، بترمي مومي في الهواء ومومي بتضربه ضربه واحده في قلبه خلصت عليه. الاثنين دول اقوياء بشكل لا يصدق، وخلصوا على معظم الوحوش الموجودين حاليا في الساحه. بس اينوكو بيظهر مره واحده وبيحاصر بيبا، اخيرا فضلت لوحدك. اوبا دي طلعت خطتهم، عايزين يخلصوا ويغتالوا بيبا خارج الاسوار. اينوكو بيقول له انا ممكن اقول لك على الخونه مقابل اني ارجع. بيبا بيقول له بكل برود انا مش محتارك اساسا. اينوكو اتعصب عليه جامد وهجم عليه بقوة، بس بيبا صده مرة واحدة ورماه بكل سهولة على الارض. اينوكو بيصرخ ساعدوني ساعدوني، بس بيبا قتله بدم بارد. ايكو ما شاف كل ده وانصدم، انت ازاي تقتله اصلا؟ ده طلب المساعدة وقتلته بالشكل ده. بيبا ببص له كده بيقول له هو كان اخوك ولا قريبك حتى؟ تاكومي في الوقت ده كان بيحاول يهدي ايكوما، يا عم احنا مش عايزين مشاكل، الله يرضى عليك اسكت بس اسكت. الوقت ده اتباع بيبا هاجموا على عصابة شوغن وقتلوهم كلهم ما عدا اثنين اخذوهم اسرى. بيبا بيطلب من ايامي انها تنضم ليه في الرحلة الجاية، وانه هيروح معاها لمدينة كونجوكو. ها ليه طيب؟ وايه الخطة بتاعتك يلا؟ وفعلا بيروحوا في الاخر، بس ايكوما بيقول لتاكومي انا مش مصدق، بيبا ده اصلا مجرد شكل لا بطل ولا حاجة، واصلا مومي هو اللي حولها لنص وحش، يعني مومي اصلا تحولت لنص وحش بسببه لاهدافه الخاصة. في الوقت ده اصلا بيبا كان بيطلب من مومي انها تسرق مفتاح قطر ايامي. ها ليه يا ابني؟ وبيقول لها لو ايامي قوامتك اقتليها في لمح البصر وهاتيلي المفتاح. يا خبر، بس مو في الاخر بتوافق فعلا وبتروح، وبتروح لايمي وبتقول لها انا عايز المفتاح حالا. ايمي مستغربه، طب انت عايزاه ليه اصلا؟ ليك يعني ولا في حد تاني امرك يعني؟ مو بتقول له لا انا عايزاه دلوقتي بسرعه، انت مش ند لي اساسا. بس مره واحده دخلت يوكن المكان وبتقول له اه ده كان معايا انا، كان في الصيانه وكده خديه، وفعلا اخذته وراحت. ايمي بتقول لها طب انت اديتيها ايه اصلا المفتاح معايا؟ بتقول لها انا اديتها مفتاح المرجل ما تخافيش. يا ترى هم عايزين المفتاح ده ليه اساسا؟ عايزين ياخدوا مفتاح القطر بتاعنا ليه؟ مومي بترجع لبيبا وبتديه المفتاح، بس بيبا بيقول لها غفلوكي، ده مفتاح المرجل اساسا مش مفتاح القطر. ايكوما مره واحده حس بوجود وحوش على القطر، ازاي؟ ده فيه هجوم ولا ايه؟ وانطلق بسرعه رهيبه جدا ناحيه الوحوش دي. بس في الوقت ده اصلا مقطوره بيبا كانت مليانه بالوحوش، في سجن كامل من الوحوش، وبيستجوب الاسرى فيه وبيقول لهم مين الخاين؟ مين الخاين اللي ضحى بينا في ساحة المعركة قبل 10 سنين؟ انتوا كنتوا موجودين هناك، اعترفوا بسرعة. ايكوما بيوصل المكان ده، بس بيبا بيقول لمومي وقفيه بسرعة وإلا هقتله بلمح البصر. بتطلع فعلا لإيكوما وبتقول له انه يبعد من هنا وما يقربش من هنا تاني. بيقول لها أصلا في وحوش جوا، بتقول له عارفة.
ها؟ عارفة؟ يعني انت عارفة اصلا ان بيبي بيخزن وحوش داخل المقطورة دي وانت معاه ومع اللي بيعمله ده حولك لنص وحش اساسا وممكن تموتي بسبب كده. بتقول له مالكش دعوة وبتتعصب عليه، ابعد عني مش هتفهم اي حاجة اصلا، احنا لازم نبقى اقوى عشان نقدر نعيش. وسابته مشيت. ايكوما مصدوم من اللي حصل وبيقول بيبي ده مجرد وحش اساسا، لا بطل ولا حاجة، وهو بيقتل انكو كان بيقتله بكل وحشية وهو بيضحك. يا ترى ايه خطة الشخص ده؟ وهل هيحصل صراع فعلا ما بين ايكوما وبيبا ولا لا؟ وكل ده يا ابو صحابه نعرفه ان شاء الله في الجزء الثالث من الانمي الاسطوري ده. وبس ده كان فيديو اليوم، يلا اشوفكم على خير بقى في الفيديوهات الجايه. بيس اوت مان، ما تنساش بقى يا ابو صحاب زر اللايك بقى ما تنساش، ويلا نشوفكم على خير. بيس.